مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء المميزة والمفضلة لدى الكثير من الناس، وذلك بسبب معانيه الجميلة التي تجعله محببا وعليه الكثير من الإقبال. ولم لا، وهو اسم السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عائشة. عائشة اسم علم مؤنث من أصل عربي، مذكرها عائش، وهو صفات مشبهة تدل على الثبوت من الفعل عاش يعيش عيشا وعيشة ومعاشا، فهو عائش وهي عائشة. يقال عاش الشخص أي كان ذا حياة، والعائشة هي الإنسانة التي تحيا حياتها وذات الحالة الحسنة، ومن تعيش عيشة هنية طيبة يقال امرأة عائشة أي تعيش الحياة بيسر وهناء. وأشهر من سميت به هي السيدة عائشة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة لها تواصلها الاجتماعي الواضح وعلاقاتها مميزة، تكرس وقتها ونفسها نحو المزيد من المعرفة وسعة الاطلاع، تعيش في الحياة بطريقتها الخاصة التي تميزها عن الآخرين، تحب زوجها وأولادها وهم كل حياتها، غيورة في طبعها وواضحة في مشاعرها لمن حولها، شديدة التمسك برأيها ومبادئها. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عائشة؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.